خوتي لما كنتم وحيتم ووجدتم السلام عليكم بدون استثناء سواء في الداخل او في الخارج. تحيه الاصدقاء في الفيسبوك اليوتيوب تويتر. رانا في باريس في النواحي الباريسيه اليوم. رانا مع اخونا هشام اصحاب سطيف العالي. اخونا هشام مرحبا بك في باريس. يسلمك خويا صلاح. واش رايك؟ لاباس والله الحمد لله. كيف راك خويا هشام؟ والله في نعمه. الجو بارد شويه. شباب سطيفة بس حصطيف برد على شويه. اولي وراني لا ما كانش ثلج. مرحبا بك في باريس خويا هشام. واش راك تشوف هنايا الحلاي مخدومه مسقمه؟ شوف والله شوف الطرقات والارصفه و... يعني انا كي نجي لهنا لباريس ويجعني قلبي يعني. علاه قولي صح. علاه ما عندهم والو، ما عندهمش طراوات اللي عندنا احنا في البلاد. خير شوف الله يبارك فيك. طرق مخدومه، الناس هانيه، ما كانش العياط. كانش العياط، كانش دزان. دوكا جيت في اسمه واحد ما يقيسك، واحد ما احنا في بلادنا راهو طرق مكسرين. ما كاين والو غير الزياده برك. زادوا في البترول، زادوا في المازوت، زادوا في التريسيتي، غير الزياده برك. سبحان الله العظيم، والله العظيم انا كي نجي لباريس غير يعني فرق كبير. بلادنا مليحه، بلادنا نواره بصح. ما واش نقول لك خويا صالح؟ المشكلة خويا هشام؟ انت راك شاب الله يبارك، قريت في الجزائر، درست في الجزائر، تعلمت في الجزائر، عشت في الجزائر، والجزائرك لأوروبا، يعني وراء الخل، أين هو الخل؟ وراء المشكلة هنا؟ شوف خويا صالح، المشكل الشغل في الجزائر كي تنوض الصباح ما عندكش حاجة اللي زعما تطلع لك المورال، كل حاجة تهبط لك المورال، ما كانش حاجة، ما عندهاش بزاف. قال لك زيد لك في التريسيتي، وزيد لك في الغاز، وزيد لك في المعلات، زيدني في الغاز. هنا ما عندهم والو، ينقصوا ويعاونوا في الشعب تاعهم، وحنا تزيدني. علاه تزيدني؟ عاوني، عاون الشباب. علاه تكتب في الشباب؟ عاوني يا خويا، اعطيني نخدم، اعطيني. دوك يزاد للمازوت، وزاد ليسونس، دوك المعيشه تزيد، الترونسبور يزيد، يزيد غير على الزوالي. بارك الله فيك. اما الوزير والمسؤول عنده سياره الحكومه باطل، ماكله باطل، السكنه باطل، والترونسبور باطل. هذو ما يسحقوش، ماهوش كيما احنا، ماهوش كيما احنا. يعني نتمنى انا ان شاء الله، نطلب من ربي ان شاء الله البلاد هذيك والله ما تستاهل التمرمي. ان شاء الله انا حاب نعيش في بلادي، نعيش مليح، نعيش خير من هنا، باسكو بلادي خير من فرنسا. حاب نعيش مهاني، نعيش ناكل مليح، نشرب مليح، نعيش ولادي مليح. راهو ما كاين والو في البلاد، راهو ما كاين والو، ما كاينش حاجه تفرح. الله المستعان خويا، ربي يسر ان شاء الله. امين ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا هشام. خونا رضا من الكفاءات الجزائريه في باريس، مرحبا بك خويا. واش راك رضا؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. خويا انت سمعنا بلي كنت تدرس في الجزائر. قبل هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الطاقم الفني تاع احنا في حنا كل جنود خفاء، ونشكر هذه الحصة ان شاء الله، وربي يدومها ان شاء الله. امين. انا رضا حفص، استاذ تعليم ثانوي ومصاب في العين، يعني قمت بعدة عمليات جراحية في الجزائر، ومالوريزمون جي با ميديكامون، جوتيليز ان ميديكامون كي با ديسبونسي او بلاد، سا كوت 300 اورو اونتيروجي افي. سي بور سولا جو سوي ان فرانس ميتنون، مي واش نقول الدوله تاعنا زعما راني ضيعت العائله تاعي، وضيعت ولادي، وضيعت المستقبل تاعي، وراني هنا غير نجري غير عجب باش نسواني. رانا عايشين لهنا الحمد لله، يعني ديما راه معطينا الدواء هذا باطل يسابي لا سيكلو سيكلوسبورين 2% اونتيروجي افي، سا سي لا تروازيام كراف. واش نقول؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني بلاد الجزائر نحبها اكثر من الوالديه، انا هي المرتبه تاع الجزائر راهي اكثر من الوالدين، مانيش مفرط في بلادي. مي مالوريزمون رانا هنا رجال العلاج، وربي ان شاء الله يجيب لنا الشفاء هذا واش نقولوا، وربي يهدي حكامنا. باسكو علاش حاجه كيما هذه، ابسط مشكل كيما هذا تاع الدواء هذا، نقعد هنا في فرنسا نتراما على جال القرعه تاع الدواء، صراو لي با مال دي كومبليكاسيون ميديكال، ندخل هنا لوبيتال ساكو كوشير. الحمد لله عطوني بريزون شارج هنايا، ديما راني نداوي باطل. انا الدوله تاعي ما عطاتنيش، جريت في لاسيرونس لابا، جريت في الجزائر بلا معارف، وجريت وما ديش لا بريزون شارج، دزدوا لي عيني هاي نام لا غوش اللي عاد تشوف فيها قليل. هذه في الجزائر، مستشفى الجزائر. هذه في مستشفى تاع الجزائر، في بليده، في العاصمه، في بني مسوس، ما خليت حتى طبيب. قطرت 5 كاميون تاع دواء تما، مي مالوريزمون قعدت نعاني بوندون 5 اون ديبي 2004 جوسكا 2009. 2009 درت فيزا جيت هنايا، هاني نعالج بالدواء هذا، داروا لي عمليه جراحيه
ما زلت يعني توجور سور لو تريتمون. كانت احسن راهي احسن ملي كانت. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. واحد يحمد ربي. مش لي مشكل تاع الدواء هذا ما كانش في البلاد. ني با ديسبونسي لابا. ما كانش ها؟ والله ما يسعى ني تونس ني واكادوكو ني افريقيا، والله ما يسعى الدواء هذا ها. يعطيكم مليح ها. سبحان الله. هذا هو المشكل تاعي انا اللي راني خليني هنا في فرنسا مطيش العائله كونتي تاعي. خويا رضا انت استاذ في اي مادة؟ مادة فيزياء وكيمياء. سبحان الله. يعني عندي 14 سنة سيرفيس. 14 سنة وانا استاذ تعليم ثانوي. وهنا هاك تشوف هنا كيفاش. ربي يكون معك ومع كامل الجالية يعني. ان شاء الله. الله. كل الناس تعاني هنا خوتنا كلهم يعانوا. ما كاين ديجان هنا بزاف ثاني راهم يتراموا بزاف ماشي مسألة تاع مرض ولا عنده مشاكل أخرى يعني تعدى بزاف. مي واش نقول ربي يهدي حكامنا امين خويا ربي يهديهم ربي يهديهم. اتوا اش عندك هنا في باريس اخويا؟ عندي دوبي 2009 كما تنو عندي سويفي تاع ثلاث مو افي مشيت لاسيرونس تما قلت لهم جيبوا لي غير الدواء تاعي هذا في استقام تقريبا 5 ملايين صوردنا بريتكور ماشي بريتكور بري مارشين وارد تاع برا واش راح دير يا توكل الاولاد ولا دير الدواء هذا في عينيك ما كانش هذا هو البروبليم تاعي. المهم رسالة آخر رسالة أخويا ربي يكون معاك وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول في كل مسعول لا يعرف كيف يستغل. حاجة حبيت نزيدها برك اليوم في المطار تاع كيعوتشي في الخطوط الجوية الجزائرية مطار سطيف قالت لي راهو البرمي في ان شاء الله راحين يقلبوا 10 كيلو زايدة هذيك ينقصوها تقشف هذا تقشف حتى في الميزان داروا تقشف رجعوها دوكا غير 5 كيلو يعني سبحان الله والله غير راح ينحوا 10 كيلو هذيك نحاول 10 راحين ينحيوها برومي فيفري ان شاء الله هكذا قالت لك قالت لي برومي فيفري يرجعوها غير 5 كيلو يعني سبحان الله العظيم غير ينقصوا برك الشعب هذا ما فهمتش انا واش يحوسوا يديروا واش يحوسوا يقلبوا ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي حكمنا امين وينور طريقنا ان شاء الله امين وسولنا عليهم خويا رضا اخر سكلمه الناس يشوفوك ونبلغ سلامي الحار الى كل الشعب الجزائري والوالدين خاصه الاب عباس حفاصه والام حده معيوف وكل عائله حفاصه بالداخل والخارج وعائله معيوف بالداخل والخارج وخاصه ابنتي ايه ومريم والزوجه الصالحه عليمة كحول وكل عائلة كحول والطاقم الفني اللي نشكره بزاف بزاف حنا في حنا وحسب ثاني واش قالوا في الجورنال اللي اخونا عبد الغني مهدي ربي يحفظكم ان شاء الله والعربي زيطوط نحبوا بزاف بزاف العربي زيطوط نموت عليه بزاف 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 ربي يهدي الناس وربي يهدي الحكام وتقوا الله في الشعب الجزائري هذا واش تقوا الله في الشعب الجزائري تقوا الله في الشعب الجزائري هذا وش ربي يحفظكم ان شاء الله قلب راه معمر بزاف بزاف والله راه مغدد ومعمر لا اله الا الله ربي يصرح لنا خوتي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك ربي يحفظك سعيد السلام عليكم.